بص يا سيدي عشان اوريك عبد الفتاح السيسي ابو شعبيه عامل ايه. كل بالعلامات الحمراء دي طرق مسدوده، طرق مقفوله. يعني حضرتك لو انت جاي مثلا من فوق من عند رمسيس هيلتون والمنطقه دي كلها مقفوله، المنطقه بتاعت التحرير والسادات وكل ده مقفول، مجلس الشعب ومش كل ده مقفول، والجامعه الامريكيه ومن عند السفاره الامريكيه، كل المنطقه دي مقفوله وانت رايح ميدان التحرير ده ابو شعبيه. حتى كوبري 6 اكتوبر مقفول من المنطقه اللي رايحه عند رمسيس. المنطقه هنا بقى كلها من عند حديقه الحريه دي كل ده مقفول من قبل الاوبرا المصريه، من قبل ما تيجي من عند الاوبرا وكل ده مقفول. اي شعبيه عند عبد الفتاح السيسي والبلد مقفله بالشكل اللي حضرتك شايفه ده. ده شكل البلد. يعني اسمعوا مني واسمعوا من بعض الشباب اللي كان ليهم دور في يناير والشباب اللي ليه دور في حب بلده. يعني تعال نسمع مثلا عبد الرحمن عز وهو بيتكلم عن خوف عبد الفتاح السيسي ورعبه الظاهرين على للناس. يعني لما كان نازل وبيتكلم قال يعني لقى الناس في الشارع وبيكلمهم والكاميرات جت على غفله والامن جاء على غفله والتظبيط المكان ده جت على غفله والالواح المعدنيه اللي ورا دي علشان يتامن ويبقى في حته امان دي جت على غفله. هو باين عليه الخوف اللي عايز الناس. لو انت عايز تبقى تقيسها بالشعب وبالحراك وبالجامعه ما تروحوش تجيبوا الناس غصب عنهم من 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 شركاتهم ومن مؤسساتهم الحكوميه وتجبروهم وتقول اللي مش هيجي هنودي اسمه الامن الوطني وتقول لهم اللي هيجي هياخد 200 جنيه ووجبه وكلام فاضي. ده مش عدل. بس عموما مع كل الفجر اللي انتوا فيه ده الناس نازله، الناس الغلابه اولاد البلد نازلين يوروا ارادتهم ويعلوا صوتهم بمطالباتهم بالحريه. تعالوا نسمع.